السبع اعضاء ديالو كتب ياخذوها بهذا الاعتبار، لانه مراكش قريب العامين هادي وهي زاديه الناس غادي تكشف الشريك، ولكن الحمد لله هو الفرج غادي يكون مورا رمضان، لانه الريستورون اللي في ايديز ولا في مراكش راه كلهم ولاو انديه ديالي، اللي بغيجيو هاد الناس كاع وبغيجيو مورا رمضان وبغيجيو على السياح راه خصكم واحد الجنه وتشوف الانديه ديالي في ايديز والطرق لانه راه كاع ايديز راه بقات تبغي تدعم هذا الناس اللي تخرجوا للنواحي ولا الناس اللي تخرجوا للاساسوار في النواحي ولا البيع والشراء الكيلي غادي يشد فالبلاد ما تبناش لهم العدل وهادشي اللي نقول راه عندنا مجموعه ديال الشكايات ديال مال المستورات ديال مال البازارات راه غادي تجي في ليبن ولا تجي في مصر ولي من سقوف ولي صب سقوف ولي سقوف بخير كنكتب خذوا النقطه هذه بعين الاعتبار وقلت له خير مجموعه ديال الشر مش معناتها الشر ما كتب سالهم بينهم باش يجيو يخلصونا باش يخلصوا البلديه باش يصوبوا الاشغال باش يصوبوا شحال من حاجه عاد واحد النقطه بغيت نوجهها السيد اشرف الرزوق المكلف المداخيل اللي سيدي مشكور على المجهود اللي تيديروا وكل ما تقدم بغيت نقول السيد النائب الله يجزيه بخير هذه ماشي وقيت ميساجو هذه وقيت نشوفوا الباقي استخلصوا نشوفوا الناس تساعدوا معاهم يخلصونا لان واحد السكين هادي والناس راه خدام المرتاني الناس غير سدي يعني ما يمكنش نشوفوا في اللحظه هادي نجي نقول لهم ما يدير لهم ميساجور حتى واحد يخلص 5000 درهم في الشهور ونضرب انا نجي نقول يعاود مع الحساب لا حنا دابا نسالوا سي اشرف راه الجهود اللي درتي راه ممتازه شتي افضل جهاد ولا بغيت سي بخير رتب على القضيه هادي او ان الناس تخلصوا منهم في الخدمه وتساعدوا معاهم الميساجور باش يبقى يدبروا من هنا واحد الشيء يدبروا وجه الوقت وتيسر الامور وتيسر هذا الشيء ضروري راه السيده يعود الاستاذه خديجه بالنسبه لشرايط الربط على مستوى بالنسبه لشرايط الربط على مستوى مراكش بالنسبه لنا وبالنسبه للضوء السيده الوزيره المحترمه قالت المشجع من هنا والناس اللي ولاو هما خلوا عين الاعتبار حتى تضربوا السيد رئيس مجلس مقاطعة النار على مستوى مراكش ديال الأستاذ رشيد أعضاء كاملين لأنهم متبعين هذا الملف هذا تقريبا معنا 60 وهادي وفاش بدا هذا المجلس كلشي عنده واحد الدار الحمد لله الأمور هادية السيد الكاتب العام تبع الأمور الأستاذة تبع الأمور الأستاذة خارجة تبع الأمور راه لقينا حل باش نداو الهداية باش نداو بها الأولانية إن شاء الله مورا العيد الصغير عاد غيدوزو للدواوير اللي مقترحه في التعويض مازال ما مفتوحش من حتى هما غادي يشدو عاد غيدوزو للدواوير اللي كاينه في التعويض والتعويض تقريبا عام ولا عامين ولا سنين حتى هما يشدو باش الناس اللي بغا يتعوض في اي بلاصه يدي مع الكوندور تاعو بعض الجمعيات في المدينه الى كنت السور يعني هذا السور ديال المدينه يعني داخل السور راه تيتبول عليه الناس خصو وخصنا نرفضوا فيه وخصو حتى هو تكون عنده واحد العنايه على مجموعه الجمعيات اللي كلها طلعت عاد غندوز مع هذه الحاره كما كان السيد الرئيس يعني راه واحد خمسه ديال العائلات اللي كنت تحطهم في واحد الدور تصل ديال السيد الرئيس تتبع لي عائلتي عارف كاين نائب حدا الثاني راه حدا اليوم اليوم اصلا السيد الرئيس راه خصو نتنفسوا فيه اليوم خصنا نعاودوا المشاكل ديالنا ويا رمضان وصح راه كاين الناس يعطونا معلومات خصنا نصدروا اللي قدام والمكتب اللي يسمع فيهم ورمضان مبارك سمعنا بالنسبه لخمسه ديال العائلات كاينين في الحاره راه ما كاينش اتفاقيه سي الرئيس انا فوت زيك واحد خمسه ديال العائلات تو في المنازل العليا السوق كتخرج هاد الجهه وما قادرهمش شي باقي عليه الدار وتحول لدار اخرى وشي كنزفر يعني هاد الخمسه ديال العائله ديالو غادي يمشيو للصوره المحليه تقولوا لهم انتم ما كاينش اتفاقيه اذا يمكن راه جات عندهم واحد الدوره وراه ما تم فيه والو هاد العائلات هادو دار لهم كوميسيون الا تستحقوا شي حاجه يستحقوها وإذا ما تستحقوهاش ما تستحقوهاش يروحوا يتخذ بعين الاعتبار
وإلا درنا شي حاجة حنا فأعطانا سبعين وش حاجة مهمة هذا الشيء اللي درت تعسير الجوالات بحال هذا الشيء اللي درت شحال خصك تخاف على الاعتبار وتدير لها كوميسيون باش تتعالج ماشي تكالو ومعلاش